انا من ادلب وخطيبتي من درعا، ونحن ما بنشوف انه هذا الشيء مثلا كان باوروبا انه هذا الشيء صعب، من انه او في فجوه مثلا انه والله هي من درعا وانا من ادلب انه هذا الشيء كان صعب بسوريا. الاهل مثلا يقولوا انه في تباعد وبعيده وغربي البنت عن شاب مسافه بعيده وهيك، فهذا الشيء باوروبا ما كان عائق. وثاني شيء يعني بضل انه اخلاق الشاب ومعاملته مع يعني حياته الطبيعيه في المانيا شلون تصرف شلون هيك سمعته، هذا الشيء هو اللي بيشيل هاي الفجوه بشكل عام. ايه والحمد لله رب العالمين. بالنسبه لي انه الشاب يتزوج من بنت خارج مدينته او خارج المحافظه ابدا معائق، او بنت تاخذ واحد خارج من بلدها ابدا معائق، لانه الزواج مو محدود انه هو الشخص من وين، الزواج محدود هو الشخص كيف بيتعامل مع البنت او كيف البنت تتعامل مع الشاب. يعني هذا الشيء بعود على الاخلاق، بعود على الاسلوب، الشخص شو افكاره، اذا كان في توافق او ما كان في توافق، مو اذا الشخص من محافظه ثانيه ولا لا. ومثل ما حكى هلا صرنا نحن بغربه، الشيء المهم انه يكون الشخص قريب من البنت والبنت قريبه من اهلها. بس بسوريا كان هذا كان العائق الوحيد انه البنت تبعد عن اهلها ويصير في مسافه كبيره بين الاهل. اذا كان عاداته وتقاليده هو من نفس المنطقه وهي تكون من نفس المنطقه يكون افضل. يمكن لما يكونوا من غير كل واحد بيئه يصير في فجوات اكيد. من مدينة الرقة وخطيبتي من مدينة حلب. أنا بالنسبة لي وبرأيي أنه العادات والتقاليد بسوريا متقاربة مع اختلاف بسيط، وهذا الشيء بالنسبة لي ما بسوي فجوة، يعني لا فجوة كبيرة ولا صغيرة حتى لو ببلدان اللجوء. هلا بالنسبة لنا هون نحن بعد ما جينا على ألمانيا، هالفجوة اللي كانت عندنا بسوريا بين المحافظات أو المدن بسبب الاختلاط هون مع بعض كتير صغرت، وما بتوقع يكون في مشكلة لما الواحد بيتزوج بنت من غير أو بنت تتزوج شاب من غير محافظة أو غير منطقة، وأكيد رح يصير في بيناتهم تفاهم. بتوقع أنه بسوريا كان صعب كتير أنه مثلا شخص يتزوج من غير محافظة، لأنه بتوقع لحد الآن في سوريا العادات والتقاليد ماسكة ماكن كتير كتير، وخاصة الفرق بين ابن الضيعة وبنت المدينة أو بالعكس. فما بتوقع يعني حسب ما شفت بسوريا قليل الناس كانوا يتزوجوا من المدينة أو ابن المدينة يتزوج بنت الريف. بتوقع هون صارت الحالات كترت كتير كتير بسبب الظروف، بسبب حياة اللجوء اللي عم يعيشوها السوريين في أوروبا، فصرنا نشوف حالات كتير. فأكيد في حالات فاشلة وفي حالات ناجحة، بس ما راح تسمع بالحالات الناجحة، وراح تسمع أكيد بالحالات الفاشلة بسبب السوشيال ميديا والحديث عنها وبسبب مواضيع الزواج وتكلفة الزواج وإلى آخره من هالمواضيع هاي. فما راح تسمع غير بالقصص الفاشلة. فحقيقة أنا بعرف كثير أشخاص متزوجين سوريين، متزوجين من غير محافظات، عايشين حياة حلوة متفاهمين، وحتى أنه في سوريين تزوجوا ألمانيات، بعرف عدة أشخاص متزوجين ألمانيات وعايشين حياة مبسوطين ومرتاحين. من مدينة إدليب، متجوز مرتي من الشام من دمشق. صراحة بالنسبة لي الموضوع ما في أي اختلاف، بس كان بالنسبة لبيت حماية بالأول إنه أنا من إدليب وهني من الشام، الشام بيحبوا يعطوا لبعضهم، فعمي كان معارض شوي على الفكرة بالأول، بس بعدين الموضوع صار عادي لما قعد معي وشاف إني ما في فرق بالاختلاف وفي فرق بالثقافة، فتم النصيب. أما شرط انه اتفاق بين الزوجين، في مثال انا كنت خاطب من نفس الضيعه اللي انا منها، ما صار اتفاق بينهم في هاي البلد، حريه شخصيه كل واحد بده يعمل حريته كذا.